مقاولين بقى، مقاولين السنه اللي فاتت على الحروكروك، على الحروكروك بقى في الدوري المصري الممتاز، وكان على وشك الهبوط الى دوري الدرجه الثانيه في خبر كان هيبقى صادم ومحزن لكل المتابعين للكره المصريه. فريق المقاولين هو فريق عريق، يعني فريق كبير. الامور السنه دي افضل، الامور شايفها احسن، شايف انه المقاولين هيروح في منطقه ابعد شويه من المنطقه اللي كان بيصارع فيها الموسم الماضي. ان شاء الله الموضوع ان شاء الله الموسم ده افضل بكتير. معنا جهاز فني جيد جدا، اسم كبير كابتن شوقي. جالنا في توقيت صعب، كان انتحار منه انه ياخد التجربه دي في توقيت صعب جدا، لكن انا متعود منه على كده. هو عنده، يعني انا كنت دايما بقول للناس القريبين مني جدا، لو انا اتعلمت من الكابتن شوقي النقطه دي بس، فدي كفيله ان هي تنجحني في حياتي بعد كده كمدرب. فكره الجراه، ان هو عنده جراه رهيبه، ما بيخافش من اي قرار ياخده، ما بيخافش من الاعلام هيقول عليه. ممكن يلعب ولد صغير عنده 17 سنه يبداوا مباريات صعبه جدا. وده اللي حصل الموسم اللي فات، 3 4 ناشئين من ولاد النادي بيلعبوا مباريات صعبه جدا وانت بتنافس على الهبوط، لا وانت بتنزل درجه ثانيه وينجح بالولاد. فلا هو انا مطمن جدا، اختيار النادي كان موفق جدا ان هم يختاروا كابتن شوقي غريب مع جهاز فني محترم، كابتن معتمد جمال جده، كابتن طلعت محرم، كابتن طارق سليمان، دكتور كمال عبد الواحد، مش عايز انسى حد من الجهاز. فمعانا جهاز منتخب مصر. التدعيمات القياسيه الكبيره، التدعيمات او الصرف الكبير جدا من كثير من الانديه في مصر، والمقاولين نادي بيشتغل ببادجت معين او بميزانيه معينه ما بيزيدش عنها طوال المواسم الماضيه، مش بيقلقك، مش بيخوفك على مستقبل المقاولين العرب؟ خالص. عمر ما الماديات كانت هي المحرك الاساسي في ان انت تعمل فريق قوي او لا. لا، تقدر باقل امكانيات تعمل فريق محترم. عايز اقول لك على حاجه، فريق اسوان السنه دي مجمع عدد من اللعيبه كويسه جدا. انت تقدر تجمع عدد اللعيبه كويس جدا، بس هي القصه مش ان انت تجمع لعيبه، انت هتشتغل مع اللعيبه دي ازاي. يعني النهارده الدوري الانجليزي خلاص الدور الاول هيخلص، تمام، والدوري المصري بعد 3 جولات انت بتغير اجهزه فنيه. فدي مصيبه هنا في مصر. هي القصه كلها في ادارات الانديه، اللي انت بعد مباراتين ثلاثه بتغير مدير فني. طب انت جبته بناء على ايه؟ ويفضل معاك فتره اعداد لمده شهرين وبعد ماتشين تمشيه. مظبوط. فلا، فهي احنا عندنا مشاكل كتير اداريه. احنا في المقاولين العرب متميزين اداريا، وانا عن تجارب قدام عيني انا كنت بشوفها، وعن تجارب ان انا كابتن فريق، وعن تجارب لما كان بيبقى في مشكله الاداره كانت بتشركني ان انا احل المشاكل دي. كابتن عماد النحاس استقرار معانا موسم خامس، موسم رابع بنلعب كونفدراليه، اصراره على انه يمشي والنادي متمسك بيه لاخر لحظه ويفضل متمسك بيه ويبدا السيزون معانا ويعمل اداء هايل، لكن النتائج ما كانتش موفقه. الاداره برده كانت بتبقي على كابتن عماد. صحيح. هي خلاص رغبته فمشي. صحيح. كابتن عوده لحد اخر نفس الاداره متمسكه بيه. فالاداره عندنا اداره واعيه جدا ان هي تجيب الكابتن شوقي غريب في التوقيت ده، حتى لو كان حصل اخفاق وما كناش كملنا، كان الكابتن شوقي غريب مكمل باسم كبير زي كابتن شوقي غريب. بس خلاص الاداره هي، لو عندك اداره مش كويسه وعندك جهاز فني قوي جدا ولاعيبه كويسين جدا، انت هتفشل. صح. لان اللي بيدير المنظومه كلها الاداره. صح. واتكلمت معاك في الموضوع ده قبل كده. صح. الاداره هي اهم نقطه في راس المنظومه، يعني في الحلقات دي كلها اهم حلقه فيهم الاداره. صحيح. هي اللي بتدير المنظومه. صحيح. فالاداره مهمه جدا. صحيح.